التي تأتي في العام الذي سيقام فيه أكبر بطولة على مستوى العالم في الوقت وأبطال مسرح هذه الأمسية على استاد جاسم بن حمد. الصدارة قبل هذه المواجهة، لكن الأمر لم يحدث، لأن في المباراة الأولى استطاع وترد الراية. هي مواجهة مفصلية في صراع القمة والقاع ما بين الفريقين، اعتبار أن النادي العربي أن العزيز أن الأحلام في صدارة بطولة الدوري، ولدينا أم صوال يقارع يصارع الفرق الموجودة في ذيل الترتيب، وهو من الفرق الثلاثة المهددة بالابتعاد عن بطولة دورينا. لكن اليوم يقول العرباوي هو اليوم القبض على الصدارة والابتعاد بعيدا عن كل المنافسين والبقاء لأطول وقت. هو المساعد الثاني، تنطلق الصافرة، يبدأ اللقاء. يا من تتابعنا من منزلك من مجلسك ها من أي مكان عبر قنوات الكاس الرياضية، أقول صقور تحلق تتقدم في الجيتي اليمنى. راشيدوف لو سدد خطرة وصلت الكرة ولا زالت المحاولة. وحتى يوم رافينيا تواجد في دكة البدلاء بالنسبة للنادي العربي. هذا راشيدوف الأوزبكي، يا سلام الله على كرة أضاع هذه الكرة، هذه ما تضيع يا جواو. شوف نعم قرار سليم، لم يكن فيها تسلل على الإطلاق، ضرب خط الدفاع يا تاكسيرا. الكرة التي القائم نعم وتحولت إلى خارج أرضي من المريسي، ودخول جميل أيضا من حامد، لكن حتى الآن لم يستغل بالصورة الممتازة. هذا هلال معلمين في وسط الملعب، والاثنين لعبوا في نفس المركز، ولذلك شغلة النص عندهم يعني شغلة صح. وهذه كرة ناصر النصر خطيرة مع أم صلال. هكذا مشاهدينا راشيدو أعلم برجلك اليسرى يا راشيد. خارجي أرضية الملعب، هذه رجل راشيدو التي ذهبت بعيدة تماما. راشيدو في ملعب أم صلال. إسماعيل في تغيير الاتجاه بكرة ممتازة وصلت إلى راشيدو مع حامد، تعود إلى عمر يحيى، يتدخل لمرون المريسي، عنده الكرة يحاول، لا زال يسقط تبعا. لا 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 عليك أن تلف وتدور، عليك أن تثق بما لديك يا المريسي. هذه كرة عمر يحيى يمرر إسماعيل أو هذا خالد عبد. هذه كرة الآن لعبة تمامية، خروج محمود أبو ندى، أبالغ في هذا الأمر في هدف العربي الأول. هذه كرة الآن أبعدت وصلت إلى راشيدوف، راشيدوف لردة الفعل جوناثان في منتصف ملعب النادي العربي، تعود إلى خالد يكسب بعد ذلك الأولى، تصل إلى رمية جانبية لمصلحة أم صلاح في الجهة اليسرى، يمر تصل إلى راشيدوف، راشيدوف يعيدها. هذه رمية جانبية وهنا صافرة نهاية أحداث. أجرى أي تغيير مع بداية أحداث شوط اللقاء الثاني، وبداية جواو. هذا جواو، هذا جواو يمر بخير وبصحة وبعافية. الله يا راشيدوف، الله يا أبو ندى لمصلحة أم صلال. أم صلال يقول لن نهدى. الله زان البرتغالي من منتصف ملعب اللقاء يصطاد مرمى الأحلام العربي. يعني تردها داخل الستة واحد يجيك ويكملها. لا اجواو اجواو الى راشيدو،
راشيدوف راشيدوف يسدد لكن هذه المرة نخطف النقاط الثلاث وهو من ثم الأمور. هذه كرة الآن خطرة في الجهة اليسرى خطيرة أرون جونارسون يبعد الخطورة لمصلحة أم صلال. محاولة عادل العلوي لكن هناك لمسة يد. هناك يأتي الآن في تشكيلة النادي العربي ليعوض يوسف لمساكني. هنا التدخل الموجود على كرة وحكم اللقاء راح يشوف ينتظر الفار يشوف هل كان في خطأ لكن الفار شلي يعني ما لا ما وحتى الفار شو راح يعطيك الفار ما حامد قريب منه ما راح يقول لك والله هذا آخر لاعب ما الفار ما راح يعطيك ما فيها مسك تدخل موجود كرة لازالت حائرة في المنتصف الكرة من هلال والسقوط بعد ذلك على راشيدوف خطأ على راشيدوف كما من أن يضيف ثاني الأهداف من أن يسجلوا المفاجأة ربما بهدف آخر بانتصار آخر لأم صلال في هذه البطولة. راشيدوف ينقل الكرة الأمامية أبو ندى في عملية الإبعاد عبد الرحمن رأفت الجهة اليمنى راشيدوف يحاول راشيدوف إلى الرشيدي بشكل ممتاز خطير الآن خطير الآن لمصلحة أم صلال راشيدوف الله على كرة راشيدوف يسدد ويتصدى ويتصدت من أمام إبراهيم كلا عادت بعد ذلك لمصلحة أم صلال تحس لسه أم صلال ما تحس لا ما تحس لكن راشيدوف بيسره كرة قوية يتصدى لها محمود أبو خليفة أبو بكر تحولت الآن الكرة في الجهة اليمنى لراشيدوف هذا راشيدوف عنده الكرة راشيدوف محاولة من راشيدوف الأمور الآن بعشرة لاعبين لا يستغل الابتعاد كثيرا عن منافسيه لكن العربي سيبقى متصدرا إلى ما بعد كأس العالم شكرا لكم وإلى اللقاء. Fire!